فيما يتعلق بموضوع الأساتذة موظفي الأكاديميات، لابد هنا من التأكيد أولا على أننا الحكومة عملنا على القيام بأقصى ما يمكن في إطار تطوير النظام الأساسي والذي أعلن عنه، في الوقت الذي ما زلنا منفتحين على تطويره، لأن الغاية هي الأمان، الأمن الوظيفي والاستقرار المهني لموظفي التعليم، لأسرة ونساء رجال ونساء التعليم، وهذه الغاية أساسية لأنها شرط نجاح إصلاح منظومة التربية والتكوين. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.